صباح الخير يا هند، صباح الخير على كل مشاهدي صدى البلد، صباح الخير على كل مصر. احنا هنا في تغطية خاصة في الحقيقة، احنا امام مؤسسة ابو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري. في الحقيقة جهد غير طبيعي وجهد غير عادي على مدار حتى الان، يعني امبارح والنهاردة 48 ساعة الناس هنا ما بتنامش يا هند. عايز اقول لك كل الخدمات بتقدم لكل مواطني الجيزة، بداية من الاستعلام عن موقعهم الانتخابي او مركزهم الانتخابي، بداية من رقمهم في كشف اللجنة فين، بعد كده بيتم عملية انتقالهم بسيارات خاصة هنا من الجمعية، ميكروباصات بتنقل الناس، كل مدرسة لها ميكروباص معين، بياخدوا كبار السن، بياخدوا السيدات، الناس اللي هم محتاجين يروحوا عندهم اشغال بييجوا يستعلموا عن اللجنة الانتخابية بتاعتهم وبيركبوا الميكروباص ويروحوا ينتخبوا. في الحقيقه مجموعه من الخدمات غير طبيعيه، موجود مكان للناس كبار السن، في الحقيقه يعني خدمه غير، يعني هو ده دور منظمات المجتمع المدني وجمعيه ابو العينين. الحقيقه عودتنا في كل المناسبات وفي كل الاحتفالات دايما وعلى مدار الموسم وعلى مدار المواسم، في كل المواسم هي دايما بتقدم خدمات للمواطنين. في الحقيقه مش هننسى ابدا ان هم بيتابعوا مع الناس لحظه بلحظه، رحت انتخبت اتاكدت حد قال لك حاجه، يعني بيبعتوا معاهم مندوب كمان جوه اللجنه علشان جوه قبل باب المدرسه، علشان لو حد عنده مشكله في بطاقته في حاجه يرجعوا على طول ويحاولوا يساعدوهم ويساهموا معاهم في كل خطوات الانتخاب وكل خطوات الاقتراع على الدستور. الحقيقه عايز اقول لك احنا هنا في احتفاليه، يعني مواطنات ومواطنين بسطاء وفي غايه الروعه، بيحبوا البلد بجد، ناس بيحبوا مصر. طول النهار احنا في احتفالات غنى واغاني وطنيه ورقص، وعايز اقول لك يعني احنا هنا عايشين احتفاليه غير طبيعيه، مصريين بجد بيحبوا البلد بجد، المؤسسه مش باغله عليهم في اي حاجه، واقفه معاهم، كل حاجه هم عايزينها بتسهل هنا. هم كمان نفسهم البلد تبقى قدام وقدام، جايين بيجوا من الصبح بدري قوي الساعة 8 او 7 ونص، احنا متواجدين بالكاميرا، هم الناس جايين عايزين نروح ننتخب. يا جماعة فين الكمبيوتر؟ عايزين نعرف اللجنة بتاعتنا فين؟ يا جماعة احنا يلا عايزين نروح ننتخب قبل الزحمة. فهم دايماً كمان السيدات متصدرات للمشهد، يعني عايش جو سعيد، مبسوطين جداً،